قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. الرسل مع إنهم مصطفون من الله سبحانه وتعالى، لكن لازم حضراتكم تبقوا عارفين كويس قوي إنه قلوب هؤلاء الأنبياء أصفى ويعني وأبقى ما يكون. يعني النبي يكون في هذه المكانة العالية، إحنا شايفينه في مكانة عالية، إحنا شايفينه يا سلام ده الله عز وجل أعطاه ما لم يعطي أحدا إذا اصطفاه على الأمة اللي هو فيها، ومع ذلك قلب هذا النبي لا يرى نفسه خيرا من أحد، هو في نفسه كده، هو في نفسه ينسب الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وزي النبي الولي، الولي الحقيقي لا يرى نفسه خيرا من أحد، بل أولياء الله العارفين بالله يقولون إنه على المؤمن أن يرى نفسه، بيوجهوا الناس لكده إنه على المؤمن أن يرى نفسه أقل الناس وأبعد الناس عن الله سبحانه وتعالى، وإنه لولا رحمة الله لاستحق عقاب الله الآن حتى وإن كان أعبد العابدين. فالأنبياء بيعلمون هذا، فيقولون إن نحن إلا بشر مثلكم، إحنا ليس لنا من الأمر شيء، إحنا الله عز وجل جعلنا مظهرا. لماذا؟ مظهرا لإظهار المعجزات، جعلنا صورة، هذه الصورة لتجذبكم إلى معرفة ربكم سبحانه وتعالى، لكن نحن لا نأتي بالمعجزات من عند أنفسنا، وإنما يجريها الله عز وجل على أيدينا. وفي فرق بين معجزة يأتي بها النبي أو أمر خارق يأتي به النبي، فرق في التعبير، أو إنك تقول يجريه الله على يد مدعي النبوة. إحنا في التعريف بنقول إيه؟ الأمر الخارق الذي يجريه الله على يد. فالنبي لا يأتي بالمعجزة من عند نفسه، وإنما يجريه الله عز وجل على ذلك. فالفاعل الحقيقي للأمر الخارق العادة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى وليس النبي. لكن كون هذا الخارق يظهر على هذا الإنسان فهذا دليل على اصطفائه. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. يبقى إن نحن إلا حصر وقصر، يبقى إحنا لسنا شيئا آخر غير أننا بشر. ثم أكدوا هذا بقولهم مثلكم، يعني لحم ودم زيكم، قدرتنا محدودة زيكم، ولكن الله يبقى أرجعوا الأمر إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. الإجابة هنا إجابة في غاية العظمة والدقة والروعة، لأنه كأنه بهذه الإجابة يمنع سؤالا آخر. كأنه لما بيقولوا لهم إحنا بشر مثلكم ولكن الله من علينا مثلا، لو كانوا قالوا كده كانوا هيقول لهم السؤال التالي إشمعنا أنتم، فهو في إجابة واحدة منع سؤالا آخر محتملا، أو سؤال آخر هو الترتيب المنطقي لسلسلة الأسئلة هذه، اشمعنا أنتم ربنا اصطفاكم، فأرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى المشيئة. والمشيئة كما يقول العلماء لا تعلل، المشيئة الإلهية لا تعلل. وقلنا لحضراتكم قبل كده إن هي لا تعلل بالنسبة لنا، يعني إحنا بالنسبة لنا مهما تعلمنا، مهما عرفنا، مهما رحنا، مهما جينا، مهما تعلمنا شيء مما علمنا الله سبحانه وتعالى، لن نستطيع أن نحيط بعلم الله سبحانه وتعالى. الله هو المحيط، ونحن لا نستطيع أبدا أن نصل أو نحيط بكامل الحكمة الإلهية. وبالتالي أفعال الله سبحانه وتعالى لا بد وأن لها عنده حكمة سبحانه وتعالى. الإحاطة بهذه الحكمة غير ممكنة بالنسبة لنا، لأنك مش عارف تحط المحيط في كوباية مية قديش. لذلك بنريحك وبنقول لك المشيئة لا تعلم، يعني ما تشغلش نفسك بيها، أنت فقط عليك أنك تشغل نفسك بماذا؟ بالإيمان بأن وراء فعل الله حكمة، بالإيمان بأن الله عز وجل واسع عليم، بالإيمان بأن فعل الله عز وجل كله خير. مش هو قال لنا في الأول يدعوكم ليغفر لكم؟ طب يا أخي بقى ما تريح دماغك وتريحنا معاك. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء. طيب من الله سبحانه وتعالى؟
من الله سبحانه وتعالى واختيار الله سبحانه وتعالى لا يغير طبيعة المختار. مش معنى انه ربنا سبحانه وتعالى اصطفى بعض الخلق انه هيرفعهم لمصاف الآلهة، يعني دي الاساطير اليونانية كده، ان فلان دوت اصبح فيه جزء الهي وبالتالي اصبح يعمل حاجات خارقة للعادة فبالتالي ارتقى فاصار الها. يمكن لحضراتكم ارى او شاف هيركليز والحاجات اللي فيها الاساطير دي فيها هذا المعنى العجيب. فالتأكيد القرآني هنا لضحد هذا المعنى، والقرآن نزل رحمة للعالمين ونزل ليخاطب كل الناس. فالقرآن أكيد يخاطب، كان يخاطب من؟ يخاطب أصحاب الثقافة اليونانية الذين نزل القرآن في عهدهم أو في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ويخاطب المتأثرين بهذه الثقافة من أبناء عصرنا حتى الآن. فالقرآن يقول ماذا هنا؟ ولكن الله يمن على من يشاء. هذا المن لا يخرج الممنون عليه من طبيعته، لذا قال بعدها من عباده. فبعد المن هو عبد كما كان قبل المن هو عبد، قبل المعجزة هو عبد، وبعد إجراء المعجزة على يديه هو عبد، لم يخرج أبدا الرسول عن حدود العبودية لله سبحانه وتعالى. ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. ثم أكدوا العجز وأكدوا البشرية عليهم السلام، فقالوا وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان. سلطان قلنا هنا إيه؟ الآية أو المعجزة الواضحة الظاهرة. وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، تأكيد طبعا على ماذا؟ على ما سبق. فالمعجزة لا تأتي إلا حين يأذن الله سبحانه وتعالى، يأذن الله في أن تأتي على يد شخص معين في زمان معين في وقت معين. لأنه مش معنى أن ربنا سبحانه وتعالى اختار واحدا من البشر ليجري على يديه معجزة ما، أنه مثلا يداله كلمة سر معينة، كل ما يقول كلمة السر دي يعمل معجزات، أبدا الأمر ليس هكذا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يجيب بعض الكفار على بعض الأمور وقال لهم أجيبكم غدا ودون أن يستثني، تأخر الوحي. ليه؟ لأن الأمر متعلق فقط بمشيئة الله سبحانه وتعالى.